الفاتحة أشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، أنا حطيت الفلوس تجيب أهي أهي قبل ما نبيع بس عشان ما انساش. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واختم بالصالحات أعمالنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية. وكنا تكلمنا على الأمور المتعلقة بالميت، فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه. غسله هي يلزم، يبقى 4 أشياء: غسله بدل بعض من كل، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر. وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام حربيا كان أو ذميا، ويجوز غسله في الحالين، ويجب تكفين الذم ودفنه دون الحرب والمرتد. وأما المحرم إذا كفن فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة. وأما الشهيد شهيد المعركة فلا يصلى عليه كما ذكره بقوله: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما أحدهما الشهيد في معركة المشركين، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ، أو عاد سلاحه إليه، أو سقط عن دابته، أو نحو ذلك. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد في الأظهر، وفي مقابل الأظهر يسمى الظاهر، وهو خلاف أقوال الشافعي، لأن الأقوال خلاف للشافعي في مذهبه أقوال، والأوجه خلاف في أصحاب المذهب المجتهدين، والأقوال توصف بالأظهر والظاهر أو المشهور والغريب، دي الأقوال. فلما يقول لك الأظهر يبقى بيتكلم على الأقوال، أما الأوجه اللي هي اجتهاد فقهاء المذهب على قواعد المذهب يسموه أوجه، وتوصف بالصحة أو الضعف أو الأصح أو الصحيح. فلما يقول في الأظهر يعني دليل إن ده خلاف أقوال على المذهب الشافعي، أقوال الإمام نفسه، الإمام الشافعي نفسه. فإذا جرح في المعركة وانتقل إلى المستشفى ومات بسبب هذا الجرح بعد فترة، هل له حكم الشهيد يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا له حكم الشهيد عند الله لكن عندنا احنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه؟ ادي المسألة. فهي قولان عند الإمام الشافعي، قول قال انه هو في الأظهر يعني الأرجح دليلا انه هو ليس له حكم الشهيد عندنا، وإن كان هو شهيد عند الله يعني نغسله ونكفنه ونصلي عليه كويس. في مقابل الأزهر الظاهر، وهو أنه له حكم الشهيد طالما بسبب سراية جرح المعركة عليه فمات، يسمى مات بالسراية، ويبقى له حكم الشهيد دنيا وأخرى، فلا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. وكذا لو مات في قتال البغاة ليس له حكم الشهيد عندنا، مسلمين بيقتلوا مسلمين، عراق بيقتلوا الإيران، تركيا بتقتل الأكراد، أكراد بيقتلوا، ودول مسلمين بيقتلوا مسلمين، ده بغاة، فليس لهم حكم الشهيد
عندنا في الدنيا، يبقى في الحالة دي هنغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم. أو مات في القتال لا بسبب القتال، أو مات في المعركة لكن لا بسبب المعركة، ليس له حكم شيء. والثاني، النوع الثاني الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والثاني السقط، اللي هو لما امرأة حامل ويسقط اللي في بطنها قبل سن 6 أشهر، قبل إيه 6 أشهر في الحمل يعني. والسقط الذي لم يستهل، الذي لم يستهل يعني إيه؟ لم يبكي، أي لم يرفع صوته صارخا. فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. والسقط بتثليث السين الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط. بعد كده بقى عايز يتكلم على الغسل. ويغسل الميت وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، ويكون في أول غسله سدر. أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو خطمي أو خطمي بفتح الخاء وكسرها، أنواع زي الصابون دلوقتي، كان أيامهم كان يستعملوها سدر، يجيبوها من النب، من ورق النب، وينضفوا بيه إيديهم، يقوم يزيل إيه الدهون والحاجات دي. دلوقتي حل محله الصابون. ويكون في آخره، أي آخر غسل الميت غير المحرم، شيء قليل من كافور بحيث لا يغير الماء. واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور في المبسوطات. احنا كنا وقفنا في كلم في قوله وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية وأمة. احنا قلنا ان الرجل لما يموت الاولى بتغسيله الرجال، والمرأة اذا ماتت الاولى بتغسلها النساء. كويس. طيب افرض لا يوجد، يعني امرأة ماتت ولا يوجد الا رجال، يبقى الاولى بتغسلها زوجها. طيب رجل مات ولا يوجد رجال يغسلون، الاولى بتغسله من النساء زوجته. فهمت؟ ادي المسألة. وله غسل حليلته، يعني ايه ما تحل له من زوجة غير رجعية وأمة، ولو كتابية ما لم تكن مزوجة او معتدة. يبقى من زوجة غير رجعية وأمة، يعني حتى لو زوجة بائنة، يعني لو زوجة ماتت وهو مطلقها طلقة غير رجعية ولسه لم تنقضي عدتها وماتت في الفترة دي، ولا يوجد امرأة تغسلها، هو يغسلها حتى ولو غير رجعية. واضح؟ وأمة ملك يمين، إذا كانت أمة دي ملك يمين وغير مزوجة، ليس له زوج، لها زوج، يبقى برضو سيدها هو اللي يغسلها. ولو كتابية. أيوة، لأن هي ما زالت في عدته، مش هي مرتبطة بيه؟ حتى لو كبرى بس ما زالت مرتبطة بيه، مش لها علقة؟ لها علقة بيه. ده هيجي لك حاجات أقوى من كده، هتشوف دلوقتي عشان تعرف بس الأخبار ماشية إزاي. طيب هذا هو الموجز، ويأتي الأنباء بالتفصيل. وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية، يبقى رجعية من باب أول. لما يقول غير رجعية يعني معناها رجعية من باب أول. وأما ولو كتابية، الأما حتى ولو كانت الأما دي كتابية برضو يغسلها طالما ملك يمينه. ما لم تكن مزوجة، فلو كانت الأما أو ملك اليمين دي هو مزوجها، متجوزة راجل تاني، طيب يبقى ما بقتش ايه، ما يقدرش يغسلها لان لا يطلع على عورتها، خلاص خرجت ايه من حدود الاستمتاع بها. ما لم تكن مزوجة او معتدة، او معتدة من طلاق، كان مزوجها واحد وطلقها وهي في العدة وماتت في الفترة دي، برضو ما ينفعش. او مستبرأة، او ايه بتستبرأ رحمها يعني، يعني من حمل او غيره. ولزوجة غير رجعية، خد بالك ايه، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره. سهلة ايه؟ شفت بقى يا احمد هيجي لك الاصعب. طيب يعني هقول لك حاجة، واحد مات
مراته كانت حامل، بعد ما مات بيوم ولا اتنين وضعت حملها فاتجوزت غيره، والراجل ده بقى له 3 ايام مش لاقيين حد ايه يغسله، تروح تغسله. شفت بقى ازاي؟ فهمت الصورة؟ فهمت الصورة؟ ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بأن تضع حملها عقب موته ثم تتزوج، فلا أن تغسله وتستعين بزوجها لبقاء حق الزوجية، بس بلا مس. بقاء حق الزوجية في العدة، ما هي لسه في عدة الوفاة على 14 و10. فهمت؟ يعني اللي يمنعها من الزواج أنها تضع حملها، فهمت؟ لكن ما زالت هي في عدة ايه؟ عدة الوفاة، فليها علقة بيه لسه بالرغم انها اتجوزت غيره، لكن لسه ليها علقة، وهي حق ايه؟ حق الزوجية الأول. وتستعين بزوجها الجديد ده يساعدها كمان ويكب عليها المية وهي بتغسله، بس بلا مس. يعني تلبس جوانتي ولا تطلع على عورتها من فوق ايه؟ من فوق قماشة خفيفة تكون غير شفافة، وتغسله من فوق هذا القماش بلا مس لبقاء حق الزوجية بلا مس منها له ولا منه لها، لئلا ينتقد وضوء الماس فيهما. وليس للأمة أن تغسل سيدها. طيب هل الأمة كمان بقى؟ احنا قلنا السيد يغسل أمته ما لم تكن مزوجة. طب افرض السيد هو اللي مات، الأمة بتاعته تغسله؟ قال لك لا، لأن الأمة بمجرد ما الواحد بيموت تنتقل للورثة، مفيش أي علقة بينه وبينها، فهي إيه؟ بخلاف الزوجة. فهمت بقى؟ وليس للأمة أن تغسل سيدها لانتقالها عن ملكه للوارث بالموت أو صيرورتها حرة فيما إذا كانت مدبرة. يعني كان بيقول لها ايه؟ انت حرة دبر موتي، يسموها مدبرة، فبمجرد ما يموت بقت حرة، فما ينفعش تغسله. واضح؟ يسموها مدبرة فيما اذا كانت مدبرة، او ام ولد، وكذلك ام الولد يحررها ابنها. ام الولد كل الخلفاء الدولة العباسية ابناء ايه؟ امهات، يعني امهاتهم كانوا اماء، كل خلفاء الدولة، هارون الرشيد وغيره وغيره، عد بقى، كل دول كان امهاتهم ايه؟ اماء. واخد بالك؟ وكان مجرد ان يموت ابوه الامه تتحرر لانها انجبت ولد، يسموه ام ولد. واضح؟ او ام ولد. طيب ولو مات مسلم وهناك كافر وامراه مسلمه اجنبيه. صور، كل دي صور. يعني راجل مات في بلاد بعيده فيها احمد وحميده. هنا بقى ما فيهاش احمد وحميده، فيها حنه وحميده. يعني في واحده مسلمه وفي واحد غير مسلم، كويس؟ نعمل ايه؟ مين الاولى بتغسيله؟ قال لك الراجل الكافر. الراجل الكافر هو اللي يغسله، خدت بالك؟ علشان الثانيه اجنبيه عنه، فهتطلع عليه ازاي وتمسه ازاي؟ ما يليقش، ما فيش اي علقه بينهم، اي علاقه. فنرتكب اخف الضررين، راجل مع راجل يغسلوه خلاص. نعلمه. هي تقول له اعمل له كذا عم بدنه بالماء، اشتغل خش وتنول له الميه. واخد بالك؟ كل حاجه تعلمه سهل. ضرورة ايه؟ لا ضرورة في الغسل اصلا. ممكن ادفنه من غير غسل. ايممه. مش ليه بديل؟ عندي بدل. مش عندي بدل؟ طب ايه بقى يا فقيه يا ملك؟ ايه يا ابراهيم يا فقيه يا ملك؟ الله يحفظك. فان لم يحدث، فبيقول ايه؟ ولو مات مسلم وهناك كافر وامراه مسلمه. الحاجات دي بتحصل للناس اللي بيبقوا في امريكا وفي اوروبا وبعض الولايات البعيده، بتحصل لهم مواقف مثل هذه الاشياء، فيبقى عارف. ولو مات مسلم وهناك كافر وامراه مسلمه اجنبيه. يعني ايه اجنبيه؟ يعني اجنبيه عنه، ولو نفس ايه جنسيته، يسموها اجنبيه، يعني ايه؟ ليست لهم بينهما علاقه محرميه يعني. غسله الكافر وصلت عليه المسلمه. يبقى الكافر يغسله وهي تصلي عليه.
كويس؟ فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة أو أجنبية في الميت، فإن لم يحضر إلا أجنبي في ميتة مسلمة أو أجنبية في ميت مسلم، فهمت بقى؟ يممهما الأجنبي في الأولى، يبقى الأجنبي ييمم الميتة المسلمة بلا حائل، بحائل طبعا، يممها يعني إيه؟ يعني يضرب على الأرض ويمسح على إيدها وهو لابس جوانتي، ويمسح على وجهها وخلاص. يقول لك طب وهي هتعرف إزاي؟ قبل ما تموت تكتب وصيتها لأنها في بلاد كفار، تقول إذا مت تعملوا فيا كذا وكذا وكذا وكذا، عشان كده مطلوب إن الواحد يكتب وصيته عشان الناس تعرف تتصرف، خصوصا لو كان في بلاد كفار. مش الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا اننا ما يمرش علينا يوم الا وصيتنا تحت مخدتنا؟ فيبقى توصي، عشان الاجانب دول الكفار دول مش عارفين هيعملوا ايه، لكن لما يشوفوا وصيه ينفذهم. يبقى يممه الاجنبي في الاولى لما تبقى ايه مسلمه ولا يوجد الا اجنبي، ويممته الاجنبيه في الثانية مسلم ولا يوجد إلا أجنبي، من وراء حائل. يعني يكتب في وصيته كده هو قاعد في وسط ستات وكلهم أجانب وحاسس إن أجله قرب، فإذا مت أيها النساء واحدة فيكم تيممني وتلبس حائل جوانتي وتيممني بالطريقة الفلانية، ثم بعد ذلك تلفوني بالطريقة العلانية، ثم بعد ذلك تدفنوني بالطريقة الفلانية، وإن وجدتم واحد مسلم يصلي علي، إن لم تجدوا فادفنوني. يبقى كاتب كل ده إيه؟ في وصيته. من وراء حائل، يعني تبقى لابسة جوانتي. بخلاف ما لو كان على بدن أحدهما نجاسة. فالأوجه أصل لا يجوز التيمم في وجود نجاسة على البدن. فهمت إزاي؟ لا يجوز التيمم في وجود نجاسة على البدن، لكن لازم نزيل النجاسة الأول. وبعدين يممه. طيب بخلاف ما لو كان على بدن احدهما نجاسه فالاوجه ان يزلها الاجنبي او الاجنبيه، لان ازاله النجاسه لابد لها بخلاف غسله. الغسل مش لابد منه زي ما كان الشيخ ابراهيم بيقول ضروره، لا مش ضروره، الغسل ليه بديل وهو التيمم، انما ازاله النجاسه ملهاش بديل، لازم الغسل. فيبقى نقول له ايه بخرطوم كده مشيه على البدن عشان نزيل اثر النجاسه، فيكتب في وصيته كده ان كان على بدني اثر نجاسه كالدم او البولي او البرازي، او لان برضو الكفار ما يعرفوش يعني ايه نجاسه، وما تقول له نجاسه ما مش فاهم، فاهم؟ فتروح انت مفهمه، فعليك ان تزيله بالماء دون امس، ثم بعد ذلك تيممني. يكتب كل ده في الوصيه يفهم الناس. لا، الأجنبي والأجنبية غير المسلمين كفار، يعني غير مسلمين كفار وليس له علاقة، لكن ممكن يبقى الأجنبي الكافر ده قريبه أبوه أو أمه، مش كده برضه؟ ممكن يبقى برضه اسمه أجنبي كده. واضح؟ فالأوجه أن يزلها الأجنبي أو الأجنبية، لأن إزالة النجاسة لا بدل لها. الغسل ليه بدل، إزالة النجاسة ملهاش بدل، لازم نزلها نغسلها بالماء، خدت بالك؟ بخلاف غسله. والأولى بالرجل. طب افرض في رجالة كتير بقى، الحمد لله احنا كده في مصر عندنا كلنا الحمد لله مسلمين، وواحد يموت فينا، طيب مين الأولى بقى في تغسيله؟ أي راجل في دول العالم اللي حاضرة دي كلها، نبتدي نشوف الأولويات بقى، فهمت ازاي؟ أدي عايز ينتقل لنقطة تانية بقى. والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة، وهم رجال العصبة، أقرب من جهة الأب الأولى، يبقى إخواته الأشقاء، إن كان ليه أشقاء وغير أشقاء يبقى الأشقاء أولى من غير الأشقاء، عشان هنا يدلو إليه بجهتين وده يدلو إليه من جهة واحدة، فهمت؟ إذا كان ليه إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء يبقى نقدم الإخوة الأشقاء واحد فيهم. طيب مالوش إخوة إلا بنات، نجيب الأعمام الذكور إخوات الأب، الأعمام، أعمامه ماتت، أولاد العم الذكور، أولاد العم الذكور مسافرين، أولاد العم الذكور، يبقى اسمهم العصب،
او الاباء او الاجداد الذكور، خدت بالك؟ يبقى دول الاولى بغسل، وهم رجال العصبة من النسب. طيب ملوش مقطوع من شجرة، يبقى ايه اللي بينه وبينهم؟ ولاء، ولاء عتق او ولاء اسلام. يعني في ناس مسيحيين اسلموا على ايده، يبقى بينهم ولاء اسلام. يعني لما واحد يسلم على ايدك يبقى في بينك وبينه ولاء، يسموه ولاء الاسلام. او واحد كان عبد عندك وانت اعتقته، يبقى بينك وبينه ولاء، انما الولاء لمن اعتق. يبقى ما لقيناش اهل العصبه، يبقى ايه اذا كان ايه في رجال بينك وبينهم الولاء. الولاء في الاسلام اما ولاء اسلام او ولاء عتق او ولاء نصره. ولاء نصره يعني احنا متفقين مع بعض، احنا اتنين قاعدين في الغربه ومتفقين مع بعض كده، انا لو مت انت تغسلني وتصلي عليا، وانا لو مت قبلك انت اللي تغسلني، يعني متفقين مع بعض كده، واحنا عايشين بقى مع بعض، ناويين نعيش هناك في بلاد الكفار سنين طويله مع بعض، واخد بالك؟ فيبقى هنا في بيننا وبين بعض ولاء نصره. الجاليه الاسلاميه كتيره صحيح، لكن انا بيني وبينه ولاء. يجي مثلا هو يموت قبلي، اقول لهم يا جماعه لا، ده اتفاق بيني وبينه، ده انا اللي هغسله، احنا متفقين ان انا لو مت قبله هو هيعمل كده فيا، وهو لو مات قبلي انا هعمل، يقوم يسيبوني بقى اعمل الشغل، خدت بالك؟ ده بيسموه ولاء نصره او ولاء اسلام او ولاء عتق. وهم رجال العصبة من النسب. ثم الترتيب كده الولاء، طيب ثم مين؟ الإمام أو نائبه، ثم ذوي الأرحام، يعني بعد نائب الإمام ذوي الأرحام اللي هم الخلان بقى، القرايب من جهة الأم، لأن اللي من قرايب من جهة الأب يسموهم الإيه؟ العصبة، كويس؟ والقرايب من جهة الأم يسموهم إيه؟ أولي الأرحام، لأن إيه العلاقة بينهم؟ الرحم اللي هي الولادة، مش كده برضو؟ فإن اتحدوا في الدرجة، طيب افرض بقى إن هو ما شاء الله قرايبه كتير، إخواته الأشقاء كتير رجالة وكلهم موجودين، طب مين أولى واحد فيهم؟ فهمت بقى إزاي؟ طيب فإن اتحدوا في الدرجة قدم هنا بالأفقهية في الغسل بخلافه في الصلاة على الميت. نيجي في الغسل نقدم الأفقه، طب وفي الصلاة نقدم الأسن الأكبر سنا، فهمت إزاي؟ في الصلاة نقدم الأكبر سنا، وفي الإيه في الغسل نقدم الأفقه بخلافه في الصلاة على الميت، فيقدم بالأسنية الأكبر سنا والأقربية فالأفقه. فالأفقه في باب الغسل أولى هنا من الأسن والأقرب، عكس من الأسن والأقرب، عكس ما في الصلاة، كويس؟ عكس ما في الصلاة. والأولى بالمرأة في غسلها قريباتها، وأولاهن ذات محرمية. يبقى إيه؟ المرأة أول حد يغسلها امرأة زيها. طب النساء كتير، نقدم المحرميات، أختها، أمها، عمتها، خالتها، بنت خالتها، بنت عمتها، كويس؟ دي في المرأة. وبعد القريبات، بعد دول يبقى القريبات ذات ولاء. يجوا بقى أقرب القريبات ذات ولاء لولاء القرابة. فأجنبية، فامرأة أجنبية جارتها أو صديقتها، دي اسمها أجنبية. طيب فزوج، مفيش دول، يبقى إيه؟ الزوج زوجها يغسلها. فرجال محارم، مفيش زوج، مطلقة، أي حاجة، لم تتزوج، يبقى إيه؟ رجال محارم، أخوها، أبوها، بس دون أن يظهروا عورتها، يعني يبقى من فوق ساتر، كويس؟ فرجال محارم. فإن تنازع مستويان، افرض ان احنا قلنا الاخ الايه الافقه الشقيق هو اللي يغسل، فطلع ان عندها اخين، عنده اخين والاثنين توأم، اتولدوا في لحظه واحده، سن واحد، والاثنين علماء في الدين، والاثنين فقهاء، وكل واحد مصمم انا اللي غسله، ده اخويا وانت، فتنازعوا الاثنين ومتفقين في المستوى، مستوى واحد من جميع الجهات، نعمل قرعه بينهم، نعمل ايه؟ قرعه بينهم، اقرع بينهما. طيب
خلصنا الرجل والمرأة، نيجي للصغير. صغير مات بقى، والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء. طالما عيل صغير لسه لا يشتهى يعني بأي صورة، سواء كان طفل ذكر أو أنثى، يبقى يغسله الرجال أو النساء يستويان، أي حد الموجود يخش. ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم. الخنثى اللي هو إيه؟ مشتبه الجنس، ما نعرفوش راجل ده ولا ست، يسموه الخنثى، وكبير في السن، يغسله برضو الرجال أو النساء، طبعا إيه؟ بساتر، بحائل، عند فقد المحرم. هكذا قال شيخ الإسلام في المنهج. مين شيخ الإسلام في المنهج؟ الشيخ زكريا الأنصار، يقال عليه شيخ الإسلام، لحسن تفتكر ابن تيمية، مثل الناس في هذا العصر الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا، شيخ الإسلام ده لقب كان يطلق على علماء في عصور كثيرة، فهو لقب زي ما نقول الأستاذ، تقول لي الأستاذ مين؟ يبقى كل في أساتذة كتير، الشيخ، الشيخ مين؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام مين؟ وهكذا. يبقى هنا شيخ الإسلام في كتب الشافعية يقصد به مين؟ الإمام زكريا الأنصاري. مات سنة حوالي 925 هجرية تقريبا. سيدنا زكريا الأنصاري مدفون بجوار سيدنا الإمام الشافعي هنا. هكذا قال شيخ الإسلام في المنهج وغيره. ونقل عن الزركشي في الخادم أن المسألة فيها خلاف، وأن المذهب أنه ييمم، ده في الخنثى. قال لك الخنثى ده ما نعرفوش ده راجل ولا ست، فطالما مختلفين فيه لا نقول رجالة تغسله ولا ست تيمموا، واخد بالك؟ يبقى الإمام الزركشي نقل خلاف ناس إيه، بعض العلماء قال لك كده، وأن المذهب أنه ييمم، وهو الذي ارتضاه بعض الأشياخ. ما فيش ما مشكلة، ما رأي كده زي ما بتقول، وفي رأي تاني مقابل ليه يقول لك ايه، يقول لك نيممه، واضح؟ فانت تختار الحاجه اللي تعجبك طالما فيها خلاف بين العلماء. طيب، على القول بانه يغسل، يغسل من فوق ثوب، يغسل يعني من ايه، من جردوش من ثيابه ونعريه، يغسل من فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس كمان، يعني يغسله من فوق ثوب وكمان يغض طرفه لو رفع الثوب مثلا وعمل ميه، ما يبصش بعينه على عورته ولا يحتاط. ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس. ويسن ان يكون الغاسل امينا، عنده امانه، يعني يستر عوره الميت او يستر سوءته. ويسن ان يكون الغاسل امينا، فان راى خيرا كاستناره وجه وطيب رائحه سن ذكره. يعني لو شاف في خير يسن ذكره ويشيعه عشان الناس ايه تفرح بيه وتطمئن على حسن خاتمته، كويس؟ او ضده لو شاف حاجه وحشه يسن سترها، لان ستر المسلم كسواد وتغير رائحه وانقلاب صوره حرم ذكره الا لمصلحه فيهما، في ايه؟ في المحاسن وفي المساوي. ففي صحيح مسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي سنن أبي داود والترمذي اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وعلماء الدين دول مش من موتانا، فنقعدش بقى طول النهار نقول أصل ابن تيمية قال وفلان عال وأخطأ وقال، ما كفاية بقى، كفاية بقى يا عم، علم الناس الصح واسكت، مش طول النهار نقعد نقول موتانا برضو ولا مش موتانا دول، وما نجيبش سيرة الصحابة. بالكلام ده يوجه للشيعة، الشيعة غاويين يذكروا مساوئ سيدنا أبي بكر ولا مساوئ له، ومساوئ سيدنا عمر ولا مساوئ له، وما يصحش نقول لهم اذكروا محاسن موتاكم وهم موتانا، ده باتفاق عندكم انهم مسلمين ميتين على الإسلام، طب ليه بتلعنوهم؟ طب ليه بتسيئوا ليهم؟ افرضوا حتى أخطأوا في بعض الاجتهاد وأنتم مش موافقين على، يبقى برضه ميتين ولهم حرمة الميت. لكن أهل السنة الحمد لله لا يعيبون في الصحابة، وإن كان بعضهم يتحامل على معاوية بن أبي سفيان، فلا يليق برضه لأنه موتانا. هو معاوية بن أبي سفيان ده مش من موتانا ولا من موتى مين؟ من موتانا. يبقى ما نعيبش فيه، علشان طبعا موقفه مع سيدنا علي ساعات إيه يملأ
قلب بعض الناس اللي بيحبوا سيدنا علي، وكل المسلمين بيحبوا سيدنا علي، يقوم يبتدي يلثن شويه على ايه؟ على معاويه بن، ما يلقش، يبقى نسكت، نسكت احسن. كويس، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وفي المستدرك: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. شفت الجمال بقى؟ يبقى ستر المسلم ده حاجة كبيرة جميلة عظيمة. فإن كان لمصلحة، افرض هو راجل أهل بدعة مبتدع وكان ضلالي ومشهور وبيقول ضلاله ده على الناس في الملأ كده، وبعدين انت شفت فيه مساوئ في غسله، تقول علشان تحذر الناس منه لحسن تمشي وسيرته، فهمت؟ طب لقيت وجهه نور، يمكن تاب سرا قبل ما يموت وربنا قبل توبته، فبعد ما مات بقى وجهه منور وهو كان اهل بدعة مجرم لكن تاب، والناس ما تعرفش توبته، لكن انا لقيت فيه علامة حلوة، ما اقولش العلامة الحلوة لحسن الناس تفتكر ان اللي بيموت على ما مات عليه بيحلو كده، يقوم يحلو زيه، يقوم، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى في الحالات دي استر المحاسن ان كانت ظهرت محاسن وكان مبتدع ظاهر البدعة داعيا له، وانشر المساوي ان كان مبتدع ظاهر البدعة داعيا له للتحذير، مش كده برضو؟ للتحذير، وما تبقاش غيبة، لان احنا قلنا الغيبة، الغيبة بتجوز امتى؟ للتحذير وللاستفتاء للفتية وللنصيحة وللمجاهر بفسق وعند التقاضي وللتعريف، يبقى معرف ومحذر وناصح، مش كده برضو؟ ليها ست احوال، ست احوال يا سيدي. التواب المغسل 40، لو ستر المساوئ يغفر له 40 مرة. فإن كان لمصلحة في الأولى، كأن رأى من الميت المبتدع أمارة خير فلا يسن ذكرها بل يكتمها لئلا يتبع الناس بدعته، أو في الثانية كأن رأى من الميت المبتدع أمارة سوء أذاعها لينزجر الناس عنها، والأحاديث السابقة خرجت مخرج الغالب اللي هو من ستر مسلما ستر الله دونه، ده الغالب. واضح الكلام؟ قوله وترا، هنغسله، نغسله ايه؟ نغسله وتر، اقل الوتر 3، هو المطلوب الانقاء، ان انا انقيه وانضفه، يبقى لم يحدث الانقاء ب3 ازود حتى يحدث الانقاء، فان حدث الانقاء في شفع اوتر بواحده. واضح؟ افرض حصل الانقاء في 4 او ما اجيب الـ5 سنة وتر، حصل الانقاء في 6 اروح جايب 7 وتر، حصل الانقاء في 8 اجيب 9 ايه وتر، خدت بالك؟ وترا اي تغسيلا وترا، فهو منصوب على انه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق، والمراد وترا ندبا كما هو ظاهر. يبقى ايه الوتر هنا؟ الوترية في الغسل مندوبة وليست واجبة، لان الواجب في الغسل هو تعميم البدن وازالة ما به من اثر نجاسات، وخلص ده الواجب، يسن بقى ان انا اخلي الحكاية دي وتر. واضح؟ قوله 3، والسنة ان تكون الاولى بنحو سدر، يعني بصابون وبتاع، لان الصابون عنده قدرة على ازالة ايه؟ الاوساخ. والثانية مزيلة، يعني شطف، اشطف الصابون مع ايه؟ مع اثر النجاسات العالقة عليه والقذورات. صابون بريحة بقى ولا من غير ريحة؟ مفيش مانع، الصابون اللي كان يحب يستحمى بيه وهو حي. ان شاء الله حتى بودي ووش. صابون الغمرة ها؟ لا، احنا ما بنجيب له صابون من غير ريحة، ده لو محرم. عشان المحرم لكن ده مش محرم. المحرم بنغسله ومنغطيش وجهه لما نكفنه، لان يعني ما زال محرما، ما زال يبعث يوم القيامه محرما ملبيا، خدت بالك؟ لكن ده مش محرم، فهنجيب له صابون بريحه او من غير ريحه، الموجود مش مشكله. والصابون ده بيبقى بعد الماء المطلق ولا قبل الماء المطلق؟ لا، انت يفضل ان في الاول تصبنه ليه؟ لانه تزيل، وبعدين ايه؟ تزيل النجاسه بالصابون، وبعدين تزيل واحده، بعد كده شطف، وبعدين الثالثه بقى هي دي بالماء المطلق، خدت بالك؟ طيب. والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، مزيلة لأثر السدر مع القذورات يعني، والثالثة بماء قراح فيها قليل من الكافور،
حد قلة الكافور ايه؟ الا يغير طعمه ولا ريحه والا يخرجه عن الاطلاق. خد بالك يا عم الشيخ، يعني لو هنحط الكافور، ها السدر حاجه زي الصابون، السدر اصلا نبق، النبق شجر النبق بالورق بتاعه بيجففوه بطريقه معينه ويعالجوه معالجه معينه زمان، وكانوا يستعملوه يرغوا بيه ويغسلوا بيه كويس. دلوقتي حل محله الصابون والمساحيق والحاجات دي. اوعى تعدي حته الكافور. ايوه حاضر. والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور حتى لا تخرجه عن إطلاقه، لأن الماء المطلق هو الماء غير المتغير إيه بلون أو طعم أو رائحة غير إيه غير مقره، من غير مقره ولا محله. افرض المتغير بلون من مقره ما يضرش، يفضل مطلق. ساعات مية النيل تيجي تطلعها كده تلاقيها فيها طمي، لونها مش شفاف، لكن ده بما في مقره فيبقى إيه ماء مطلق برضه. وماء البحر تلاقيه مالح لكن متغير في طعمه بما في مقره، يبقى مطلق برضه. لكن لو جبت انا ميه عذبه وحطيت عليها شويه ملح بقت مالحه، بقت مش مطلق، لان انا غيرتها بما ليس في مستقرها. واضح؟ ساعات تفتح الحنفيه الماسوره كده تبقى مش نظيفه، فيها صدى، ينزل الماء كده متغير بالصدى، برضه مطلق لانه متغير بما في مقره وهو الماسوره نفسها، بقت مقر للماء. فاهم؟ فهنا قال لك لو حطيت شوية كافور، حط نقطة بسيطة، نقطة بسيطة لا تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة. خدت بالك؟ عشان كده قال لك قليل، حد القلة ايه؟ ألا تغير لون أو طعم أو رائحة، يعني لا تخرجه عن وصف الطهورية الإطلاق. واضح؟ طيب هتتوسوس بقى، يا ترى دي هتخرجه؟ ما تحطش، واغسله بقى بماء خالص، وبعدين الآخر يبقى رش عليه شوية كافور، ما يجراش حاجة. سهل الحكايه يعني، خدت بالك؟ الكافور هنا سنه. انك تطيب ريحته يعني. لانه قالوا الكافور كمان بالذات بيقوي الجلد، يقوم يبطئ سرعه تحلل الميت. في قوه كده على الجلد بيعمل فيها كده. بماء قراح فيها قليل من كافور ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الانقاء، الاكتفاء بالثالثه يعني، حيث حصل الانقاء. والا وجب الانقاء، يعني انا عملت الحكايه دي ولسه ما نضفش، لان ساعات بعض الموتى يموت بعد فتره علاج مرضي طويل، فما يكونش استحمى بقاله كتير، ويكون عنده جروح مثلا او عامل تحويل مجرى براز وكان جسمه متلطخ، فممكن يحتاج ايه؟ انه يتغسل عده مرات على ما ينضف. خدت بالك؟ حيث حصل والا وجب الانقاء ويسن الايتار ان لم يحصل الانقاء بوتر. وقوله او خمسا، والسنه ان تكون الاولى بنحو سدر، والثانيه مزيله، والثالثه البقيه بماء قراح. ماء قراح يعني ماء مطلق. الحمد لله الملكيه راضيه عن الشافعيه، الحمد لله. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. بماء قراح فيه قليل من كافور، او الثالثه بنحو سدر كالاولى، والرابعه مزيله، والخامسه بماء قراح فيه ما ذكر. يعني افرض، يعني هو عايز يقول لك ايه؟ يعني افرض ان انا غسلت بالصابون وجيت شطفت المزيله الثانيه دي لقيت لسه فيه، اجيب صابون ثاني في الثالثه. واخد بالك؟ ده وبعدين رحت شاطف لقيت لسه فيه، اروح جايب في الخمسه صابون ثاني واروح شاطف في السادسه. وهكذا لحد ما الاقي خلاص انقى، ابتدي بقى ادي الماء القراح. فهمت بقى؟ دي ادي معنى كلام الشيخ. بقول بقى يعني في ساتر. طبعا كل ده من فوق الساتر. ايوه. والخامسه بماء قراح فيه ما ذكر، وقوله او اكثر من ذلك اي المذكور من الخمس، والاكثر من ذلك اما سبع، فالاولى بنحو سدر، والثانيه مزيله، والثالثه بنحو سدر، والرابعه مزيله، والثالثه والثلاثه الباقيه بماء قراح، او الثالثه بماء قراح والرابعه بنحو سدر، والخامسه كذلك، والسادسه مزيله، والسابعه بماء قراح، او السابعه وحد. يعني الحكايه خلاصه الكلام، يا اما هتعمل الصابون في الاولى والمزيله وتعلن الماء القراح، وبعدين تاني الصابون في الرابعه والمزيله الخامسه والسادسه ماء قراح وتمشي كده، يا اما تعمل الصابون ومزيله ثم الصابون ومزيله ثم الصابون ومزيله حتى يزول، وبعدين نجيب الماء القراح. فهمت ازاي؟ يعني يا كده يا كده. لا ينحصر على الثلاثه يعني. ايوه بس. يعني ممكن تزيد عليه. طبعا.
وإما تسع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة والتاسعة بماء قراح. فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة، ويصح أن يكون مؤخرا عن الجميع. فهمت بقى الصورتين؟ سهل. يعني أنت وقفت مع حنوتي قاعد بيغسل بالطريقة أي طريقة من دي، سيبه، ما تقعدش تعمل فيها بقى شغلانة وتوقف لنا الشغلانة وتقول ده ما بيغسلش بالسنة وتسلط عليه قرايب الميت يخش يضربوه. ما بتحصل والله، في عالم بينكده على بعض. الحكاية سهلة يعني. والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث، وأكمله تسع، وأوسطه خمس أو سبع، خلافا لقول المحشي وأكمله سبعة وما زاد إسراف. ويكون في أول غسله وكذا في غير أوله بحسب الحاجة. وقوله سدر أي أو نحو أو نحوه كصابون وأشنان ونحوهما. الأشنان والسدر والحاجات دي كانت مستعملة زمان زي حاجات فيها شابة وحاجات فيها إيه مزيلات يعني، قبل موضوع الصابون. احنا دلوقتي ما بنستعملش الحاجات دي قوي في العصر بتاعنا ده. ونحوهما. والسدر كما في الصحاح شجر النبق، احنا نقول عليه النبق المصريين كده بسكون الباء، لكن هي الفصيح بكسر الباء النبق بكسر الباء الموحدة. الواحدة سدرة، والجمع سدرات 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 سدرات، كل ده ينفع بسكون الدال وفتحها وكسر الدال، وفي الكل بكسر السين، كل دي لغات فيه، بكسر فسكون او بكسرتين او بكسر ففتح. وسدر بكسر ففتح، تنفع تقول عليها وسدر. سدرة المنتهى، شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة اسمها سدرة المنتهى. النبأ آية فيها كقلال هجر. قلال هجر دي الرسول صلى الله عليه وسلم، هجر دي مدينة كان بيجيبوا منها القلال الكبيرة يملوها مية، كانت تبقى فيها حوالي 150 لتر 190 لتر مية القلة الواحدة تسعة. فالرسول بيوصف سدرة المنتهى بيقول ايه، ان الثمر اللي فيها كقلال ايه هجر، كبير يعني حجمه كبير، على باب الجنة ان شاء الله نقابل النبي هناك صلى الله عليه وسلم. قول أي سن إلى آخره، أشار بذلك إلى أن قول المصنف ويكون في أول غسله سدر معناه على وجه السنية. وقول أن يستعين الغاسل أي على تنظيف الميت وإزالة أوساخه. وقول في الغسلة الأولى أي وكذا في غيرها بحسب الحاجة. أو يعني افرض قبل ما يغسله الغسلة الأولى قعد إيه يجيب صابون وليفة ويشيل النجاسات، لسه ما ابتداش غسل أهو قاعد بيزيل، ما يجراش حاجة تمشي برضه يعني، ممكن حتى قبل الغسلة الأولى يبتدي يزيل النجاسات، فهم؟ أو يزيل الأوساخ أو القاذورات، مش شرط كل قاذورة قاذورات نجاسات، يعني العرق والطين اللازق في الجسم ده طاهر لكنه مستقذر، لكنه طاهر، فهم؟ لكن النجاسات زي الدم زي القيح زي بول زي براز زي الحاجات دي. وكذا في غيرها بحسب الحاجة كما مر. أو يحمل كلامه مثل كلام المصنف على ما لو اقتصر على ثلاث غسلات، فقوله من غسلات الميت أي الثلاث على هذا أو الأكثر على ما قبله. وقوله بسدر متعلق بيستعين، يعني بيستعين بسدر، يعني يستعين يعني يستعمل. يجي واحد يقول لك الاستعانة بالله، أيوة يا سيدي، ما الاستعانة بالله وإحنا قلنا حاجة، ده هنا عن سبيل الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب بس، لكن الاستعانة بالله يعني تعلق القلب، فالأسباب دي موقعها الجوارح، لكن الاستعانة التانية بتاعت الله دي موقعها القلب. يبقى قلبي متعلق بالله، أنا باخد بالأسباب لكن أنا قلبي متعلق بالله، يبقى باخد الدواء بجوارحي لكن قلبي متعلق بالله الشافي، هو الشافي، فهمت؟ أدي الحكاية. لكن في ناس مخها ضيق، يسمع عنده بعض الكلمات كده حساس ناحيتها، تيجي تقول له يستعين بكذا يقول يا اخي الاستعانه بالله، ما هو طبعا يا عم احنا بنتكلم دلوقتي على الجوارح، يعني يعمل ايه؟ يستعين بطبيب ماهر، يعني يسلم جسمه لطبيب ماهر، لكن قلبه مع الله مستعين بالله، ادي المعنى، لازم الناس تفهم كده. طيب دكتور، ايوه يا سيدي، ولو كان هيجي
وقول أو خطمي أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المملة، وهو ورق يشبه ورق الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون وأشنان ونحو ذلك كما مر. أنواع أوراق أشجار كانوا بيستعملوها ينظفوا بها زمان قبل إيه الحاجات دي. قول ويكون في آخره، إحنا الوقت الليفة ما هي بتتزرع، مش الليفة دي اللي بنليف بيها الناس، ما هي مزروعة وبتستعين بيها برضو للنظافة، تدعك بيها كده وتعمل بيها ما يجراش حاجة. قول ويكون في آخره إلى آخره، أي ويسنى أن يكون في آخره إلى آخره، وكذا في غير آخره من الغسلات التي بها بالماء القراح أو يحمل على ما لو اقتصر على ثلاث غسلات كما يعلم مما تقدم. قول غير المحرم، أما المحرم فلا يقرب طيبا بل يجب ترك الطيب في غسله، ومحل ذلك إذا مات قبل التحلل الأول، فإن مات بعد التحلل الأول في حاجة اسمها التحلل الأصغر في الحج، وهو بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ما أما يرمي جمرة العقبة الكبرى ويخلصها يوم النحر اللي هو صبيحة يوم عرفة كويس صباحا، يبقى تحلل تحلل أصغر، يعني يحل له كل شيء من محظورات الإحرام عدا جماع النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، فيسموه تحلل أصغر. فإن مات في اللحظة دي بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يبقى خلاص نطيبه وكل حاجة ونغطي وشه ونلبسه العمة وكل حاجة، بس مشكلة يعني نغطي رأسه، لأن بيغطوا رأس الميت بحاجة اسمها عمامة، مش كده برضو. وأما المحرم فلا يقرب طيبا بل يجب ترك الطيب في غسله، ومحل ذلك إذا مات قبل التحلل الأول، فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب. قول شيء، بيقول لك إيه؟ شيء قليل من كفور، شيء تنوينه للتقليل، شيء يعني حاجة قليلة، كما أشار إليه الشارح بقوله قليل وخرج به الكثير فيضر، لأنه يغير الماء، وهذا في غير الكفور الصلب الذي هو المخالف. في كفور بيبقى متصلب زي الصابونة كده، وفي كفور سائل. الصلب ده لو رميته في المية ما يضرش حتى لو غيرت المية، لأنه تغير بمجاور مش بمخالط، إنما السائل لما بتحطه بيدوب فيبقى تغير بمخالط، والتغير بالمجاورة لا يضر، التغير بالمجاورة لا يضر، يسموه استرواح أو مجاورة. يعني إيه؟ يعني تيجي مثلا لو مات على شط الترعة، يعني حيوان مات على شط الترعة فتعفن، وتيجي أنت تتوضى من المية اللي هي جنب الحيوان ده تلاقي طعمها منتن ورائحتها وحشة لكنها طاهرة مطهرة، لأن تغيرها بالاسترواح بالريحة، يعني خدت بالك مش بالمخالط، يبقى في فرق بين المخالط والمجاور. لو هو جوه الترعة، لو هو جوه الترعة يبقى الجارية اللي حواليه بس هي اللي نجس، الجارية اللي حواليه بس، وأول ما تمشي الجارية دي خد اللي بعدها فلا يضر. وعلشان كده بيقول لك إيه؟ وهذا في غير الكافور الصلب الذي هو المخالط وهو المسمى بالطيار، وأما الكافور الصلب فلا يضر كثيره كقليله ولو غير الماء لأنه مجاور، والتغيير بالمجاورة لا يضر. ساعات يبقى في شجرة مثلا مثمرة كده، شجرة فل مثلا، تيجي تتوضى بالمية تلاقي ريحته زي الفل، تغير بالمجاورة بالاسترواح واخد الرائحة، لكن ما يضرش بقى، ما تقولش ده مية كده مطيبة خرجت عن حد الإطلاق، لا تفضل ماء مطلق. قوله من كافور هو نوع معروف من الطيب. قوله بحيث لا يغير الماء تصوير وضابط للقليل، يبقى حد القليل ألا يغير صفة من صفات الماء، وهو الذي لا يغير الماء، ويعلم من ذلك أن الكثير هو الذي يغير الماء. قوله واعلم أن أقل غسل الميت إلى آخره، ظاهر صنيع الشارح أن هذا الأقل لا يشمله كلام المصنف، وهو كذلك لقوله ويكون في أول غسله إلى آخره، فإنه من الأكمل. أقل غسل الميت قوله تعميم بدني بالماء، ده أقل الغسل، إن أنا أعمم بدنه بالماء، أي حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها. الست اللي تكون سبق لها الزواج والخلافة والخلف يعني ولدت، فلما تيجي تقعد على أرافسها بيظهر جزء من بطن فرجها غير البنت البكر، فالجزء اللي بيظهر ده وهي قاعدة على أرافسها ده يجب غسله برضه، لأنه صار من ظاهر بدنها، خدت بالك؟ لقضاء. وما تحت قلفة الأقلف،
الأقلف اللي هو ما اتطهرش يعني بلغة المصريين يعني لم يختتن، لم يختتن. فلو واحد ما اختتنش بيبقى تحت القلفة دي اللي مغطية رأس الذكر نجاسة، واخد بالك؟ فيبقى يسن في الحالة دي ان انا ارجع القلفة دي لورا واغسل النجاسة اللي ايه اسفل منها، علشان ايه ازالة النجاسة واجبة. لكن لا يسن لي ان انا ايه اعمل له ختان وهو ميت، ولا احلق له دقنه زي الجرع بتاع اسماعيل ياسين في الفيلم، اللي عايز يحلق له ويسرحه ويعمله في الفيلم بتاع يا معنمي ده، واخد بالك؟ عارف الواد يا معنمي ده؟ كلت الزبون يا ابني مش عارف المفلطحه الكلام ده، فده لا. وما تحت قلفة الأقلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر، وإن لا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه. آه طب افرض أنا مش عارف أرجعها، وأنا عارف إن تحتها في الغالب طاهر، لأن الراجل ده كان راجل نظيف معروف طبعه نظيف كده، ومات فجأة ومات كان لسه مستحمي، واخد بالك؟ يعني راجل نظيف في الغالب كده، ومش عارف أرجع القلفة دي، خلاص يبقى في الحالة دي احنا يجب وصول الماء لرأس الذكر عشان تعميم البدن بقى، عشان يبقى الغسل كامل. فأعمل أنا في الحالة دي أغسله وأروح ميممه عن الجزء اللي ما وصلوش الماء، يبقى أجمع بين الغسل والتيمم لأن في جزء من بدني لم يصل له الماء، خدت بالك؟ وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه، يعني أجمع بين الغسل والتيمم. وإن كان نجسا، طب اللي تحتها كان نجس فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة، لا ييمم ولا يغسل لأنه عليه نجاسة مش عارفين نزلها، وطالما ما تغسلش يبقى ما ينفعش نصلي عليه، يبقى يدفن بلا إيه صلاة. ده رأي الرملي، الإمام الرملي. الإمام الرملي مات سنة 1030 يعني قبل 1100، الإمام الرملي محمد الرملي من رملة لينجد تبع المنوفية، المنوفي يعني المنوفيين في عمانهم علماء اقوياء، منهم البيجوري صاحب الشرح ده الباجور، والشيخ الاويسني، ومنهم السادات وحسني مبارك، منهم برضه علماء وقواد، ومنهم اولياء الشيخ الامبابي وغيره، والاويسني علماء كبار. الشيخ حسن الاويسني ده كان ولي كبير ولو كرامات معروف، وهي المحافظه اللي واخده رقم واحد في حفظ القران على مستوى الجمهوريه، معظمهم حفاظ قران يعني ما لا لا يتهاون بحقهم، وان كان احيانا لا يلوفي، لكن هذا لا يضر، ما زال مسلما له حق علينا، واخد بالك؟ فالمهم على ما قاله الرملي، كان يقال له ايه الشافعي الصغير، من شده فقهه وعلمه بالمذهب كان يسمى الشافعي الصغير، افقه من ابيه، كان ابوه الشيخ احمد الرملي وابنه محمد الرملي، كان يعني افقه من ابيه، والاثنين علماء كبار، فاستفاق ابيه في الايه في العلم على ما قاله الرملي. يبقى الرملي قال لك لو كان اقلف وتحت القلفه بتاعته نجاسه ولا نستطيع ازاله النجاسه من تحت القلفه، يبقى لا يصلى عليه ولا ييمم لوجود نجاسه عليه، لان شرط التيمم ايه؟ ان ما يبقاش عليه نجاسه، فهمت؟ طب ما هو كده فقد حتى شرط التيمم، يبقى يعتبر فقد الطهورين، واذا فقد الطهورين يبقى لا يصلى عليه، كمان يدفن على طول. ده رأي. شفت اهميه الختان بقى؟ شفت اهميه الختان عند المسلمين؟ مهمه الحكايه دي. يلحق ختن الصبيان قبل ما يمنعوا ختان الصبيان كمان. ربنا ينجينا يا سيدي. لان شرط التيمم ازاله النجاسه. ده رأي مين؟ الرملي. لكن ابن حجر الهيتامي ليه رأي تاني. ابن حجر الهيتامي ده مات سنة 970 هجرية قبل الإمام الرملي بشوية، كان من العلماء الكبار، مصري برضه بس جاور في مكة. و... أيوه في باب في البخاري. أيوه لكن ابن حجر الهيتامي، لحظة خلص الحتة دي معلش، وبعد كده نقول للباب ده. ابن حجر الهيتامي خالف الإمام الرملي في المسألة دي، اللي هو الأقلف اللي عليه نجاسة الإمام ومش عارفين نزلها، الإمام الرملي قال إيه؟ فاقد طهورين يكفن ويدفن ولا يصلى عليه، ده الرملي. الإمام ابن حجر الهيتامي قال لأ. قال لي إيه؟ ييمم للضرورة. الإمام الرملي قال إيه؟ ابن حجر الهيتامي
اليمم للضرورة وينبغي تقليده. الإمام البيجوري بيقول وينبغي تقليد ابن حجر، أصل في الغالب لما يحصل خلاف بين ابن حجر الهيتمي والرملي بنرجح كلام الرملي في الغالب في المذهب كده عندنا احنا كده كشافعي، لما نلاقي الرملي قال حاجة وابن حجر الهيتمي قال حاجة نمشي ورا الرملي، قال لك بس في الحتة دي امشي ورا ابن حجر الهيتمي، الحتة دي بقى ايه ينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا اللي هو مين؟ ابن حجر زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري مات 925، يعني يعتبر شيخ ايه الرملي وشيخ ابن حجر الأيتامي والإمام البيجوري سنة 1200 هجرية، يعني بينهم برضو ايه مسافات قريبة يعني. وعلى كل فيحرم قطع قلافته، على اي حال يحرم ان انا اعمل له عمليه جراحيه وهو ميت واطلع واقطع له قلافته على اي حال، خدت بالك؟ اه يحرم، لانه ما احنا قلنا بقى هنصلي عليه على راي ابن حجر الهيتامي، نيممه ونصلي عليه على راي سيدنا ابن حجر الهيتامي. وإن عصى بتأخيره، وإن كان الميت عاصي إنه فضل سايب نفسه كده بلا ختان حتى مات ولم يختل، خدت بالك؟ وعلم من تعبيره بالتيمم انه لابد من فعلنا نيممه، يعني ايه؟ يعني لابد ان ييمم بفعلنا، يعني لو الجو فيه زوابع وتراب وخمسين والتراب هب على وشه وايديه غطاها ما نقولش ما هو تيمم اهو، لا لازم بفعلنا. زي برضه لو كان ميت غريق في وسط الميه يعني منقوع في الميه اخر نظافه برضه يطلع ونغسله، لان لابد من فعلنا برضه، خدت بالك؟ وعلم من تعبيره بالتيمم انه لابد من فعلنا فلا يكفي نحو غرق لان مامورون بغسله فلا يسقط الفرض الا بفعلنا. وعلم منه ايضا انه لا تجب فيه نيه لان المقصود بغسل الميت النظافه وهي لا تتوقف على نيه لكنها تندب كما مر، تندب النيه لكن لا تجب. قوله واما اكمله فمذكور في المبسوطات، اكمل الغسل الميت ده مذكور في المبسوطات، هيجيبوا لك بقى اي كالمنهج في المبسوطات، يعني الكتب الايه المبسوطه يعني الطويله الكبيره اللي هي ما فيهاش اختصار. فانه اطال الكلام فيه وحاصله ان اكمله اول حاجه ان يغسل في خلوه لا يدخلها الا الغاسل ومن يعينه وولي الميت وهو اقرب الورثه، دي أول حاجة، يبقى خلوة وأقرب واحد للورثة يبقى موجود والمغسل واللي هيعينه على الغسل، دول اللي يبقوا موجودين، مش تبقى حفلة وتدخل كل الناس، فاهم؟ في ناس كده يعني مجاملة، لا دخل سعادة البيت، دخل فلان، دخل، لا لا ده ما ينفعش، ما ينفعش، لأن ده وقت الميت نفسه بيتأذى من حضور الأجانب في غسله، اللي هيتكسف من اللي يتكسف منهم حي يتكسف منهم وهو ميت، يقف على باب الحجرة ويتعظ. انما مش مهم يتعظ جوه يعني ويطلع عليه. بعد كده وان يكون في قميص بال او سخيف لانه استر له، يعني يبقى الميت مش نجرده تماما، نسيبه في قميص قديم كده مغطيه او سخيف، يعني ايه؟ يعني غير شفاف، يعني ما يكونش شفاف، يعني مش تجيب له حاجه شفافه مبينه بدنه من تحتها، لا ادي معنى سخيف، مش دمه تقيل يعني، لا يعني سخيف يعني غير شفاف لأنه أستر له. وتالت حاجة أن يكون على مرتفع كلوح وهو المسمى بالدكة. كل ده الحمد لله يعني المصريين موت ما تقلقش، يعني المصريين هيقوموا بالمهمة جدعان يعني في الحكاية دي، لا تقلق إن الله معنا. ويكون على مرتفع كلوح وهو المسمى بالدكة لئلا يصيبه الرشاش. ورابع حاجة بماء مالح، يعني لو عندنا مية هارد ووتر يعني يسموها المية ايه اللي هي ملحة، ملوحة في مقرها، ملوحة مش انا اللي اضيف الملح، يعني في مية تلاقيها عذبة جميلة كده للشرب وفي مية مسخة، فهمتني ازاي؟ يسموها هارد ووتر بالانجليزي. فلو انت عندك الحكايه دي، احنا المصريين الحمد لله كل ميتنا عذبه ما عندناش الاشكال ده، لكن في بعض بلاد يقول لك ان الميه اللي في الحنفيه للغسل مش للشرب فدي تعتبر مالحه. فالحاجات دي لما بتبقى فيها معادن دايبه فيها
بتحفظ الجلد وتمنعه من سرعة ايه التعفن فتقويه. فلو اخترت حاجة زي دي تختار الماء ايه المعدني ده، مية معدنية يعني، ماء مالح اللي هي مية معدنية. بماء مالح لأن الماء العذب يسرع إليه البلاء. وخامس حاجة أن يكون بارد، برودة ما تأذيهوش، لأن البارد يشد الجلد يقوم يخليه ما يتعفنش بسرعة، بالذات في البلاد الحارة شديد الحارة، وبالذات لما يكون الميت سمين وتخين وكان عنده ورم قبل ما يموت، كمان جسمه متورم، فالحاجات دي كلها بتسرع ليه التهري فيتهرى جسده. بماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة كبرد ووسخ فيسخن قليلا. سادس حاجة وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تمير رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار ليخرج ما فيه من الفضل. يعني يقف ورا الميت وينيمه كده، يقلبه يحط ايده اليمين يرفع قفاه ويحط ايه ايده الابهام بتاعه، ايده اليمين على كتفه والابهام على نقرة كفاه عشان دماغه ما تقعش، ويسند بركبته ظهره ويجي ايه ويقعده نص قعدة ويضغط بايه على بطنه علشان اذا كان في اي فضلات تخرج من ايه من الدبر، عشان بعد ما تغسله ساعات لما تيجي تنقله ويترجرج يخرج منه نجاسة تاني. فانت بالحركة دي بتطلع اي نجاسة ممكن تكون موجودة في ايه في مجرى البول او في مجرى البراز قريبة من الفتحة. دي كلها على سبيل التسنن يعني. سابع حاجة ثم يضجعه على قفاه وبعدين ينيمه يعني كده، ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه، يلف حوالين ايده خرقة ايد الشمال ويمرها تحت الثوب ويشطب بالكوز كده سوأتيه امامه وخلفه، عشان لو في حاجات كزورات نزلت منه بسبب الحركة اللي عملها التجليس دي والضغط على البطن يزيلها. ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها، يعني يرقي الخرقة دي، ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء ونحو أشنان، يعني إيده بعد كده يغسلها بمية وأسنان ينضفها، وبعدين يلف خرقة نضيفة بقى عشان يبتدي يعمل الشغل النضيف بقى ما يوسخش الدنيا، وينظف أسنانه، يجيب الخرقة النضيفة دي بقى وإيه ويعمل أسنانه كأنها سواك كأنها فرشة سنان، ينضف له أسنانه بيه، وينظف أسنانه ومنخريه الأنف فتحتي الأنف ينظفهم برضو بحيث لو في أي أثر. تاسع حاجة ثم يوضئه كالحي بنية، وبعدين يوضيه زي الحي بنية، يقول نويت فرائض الوضوء بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله الله أكبر، نويت فرائض الوضوء، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، نويت فرائض الوضوء، بيعملوا كده كل المغسلاتية مش لاش يعني. ثم يغسل رأسه فلحيته، بعد ما يخلص الوضوء يبتدي بقى برأسه، يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر، يعني ايه بصابون يصبن له راسه وشعره ولحيته وينظفه كويس، ويسرح شعرهما ان تلبد بمشط واسع الاسنان برفق. طب افرض هو بيسرح انتتف بعض الشعر ويجمع المنتتف ويحطه معاه في كفن ويدفن معاه، ويرد المنتتف من شعرهما إليه ندبا يعني على سبيل الاستحباب في الكفن أو القبر، وأما دفنه ولو في غير القبر فواجب، أما المنفصل ده يجب دفنه لكن ندبا معاه في القبر، لكن افرض ما خدتوش معاه في القبر يبقى يجب دفنه في أي حتة بقى. واضح؟ كالساقط من الحي إذا مات عقب، والساقط من الحي برضو إذا مات عقب، يعني واحد مثلا عملوا له بتر ايه رجل، قطعوا له رجله كان عنده غرغرينه وتسمم وبتاع، وبعدين خدوا الرجل لفوها وحطوها في المستشفى على بقى ما يعملوا ايه اجراءات تصريح خروج، قام الراجل بحاله كله مات وهم لسه الرجل موجوده ملفوفه، فهمت؟ فمات هو عقبه، يبقى برضه يغسل ويتحط معاه ويكفن ويغسل ايه يدفن معاه، او طلعوا منه عضو من اعضائه كليه استئصال حاجه وبعدين مات عقبه يبقى يلف برضه يتحط معاه يدخل قبره.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر، يعني يرفعه كده ينيمه على شقه الأيسر يبقى الأيمن عالي ويشطف عشان يجي على الظهر وينظف. فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم يحرفه على إلى شقه الأيمن، يخلي الأيسر أعلى بعد كده. فيغسل الأيسر كذلك مستعينا في ذلك كل بنحو سدر يعني صابون، ثم يزيله بماء من فرقه بفتح الفاء وسكون الراء، فرق اللي هو ايه مكان فرقة الشعر يعني، وساعات يقولك من فوقه بالواو كده يعني من فوق لتحت، وهو كما فسره في القاموس الطريق في شعر الرأس، والمراد بتلك الطريق المحل الأبيض في وسط الرأس اللي هو حد الفاصل بين لما تفرق شعر، المنحدر عنه الشعر في كل من الجانبين، ويصح قراءته من فوقه بفاء وواو إلى قدمه، ثم يعمه كذلك بماء قراح. بعد كده يشطفه بماء قراح خالصة أي خالص لكن فيه قليل كافور، فهذه الغسلات الثلاث غسلة واحدة، لأن العبرة إنما هي بالتي بالماء القراح. يبقى كل اللي فات ده كله غسلة واحدة لأن العبرة بالشفة الأخيرة. كويس؟ ويسن ثانية وثالثة كذلك، فالمجموع تسعة قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث، يعني كل غسلة ثلاث أجزاء، صابون وبعدين أشطف وأشطف. فهمت إزاي؟ وبعدين أعيد كده ثالث تاني وأعيد كده ثالث، يبقى مجموعهم تسعة. فهم؟ لأن الغسلات الثلاث مشتملة على ثلاث، لكن العبرة بالثلاث التي بالماء القراح، ويندب ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، أما عورته فيحرم. يبقى يحرم النظر لعورة الميت، ويندب ألا ينظر في غير عورة الميت أصلا لغير حاجة كمان، يعني يتعود وهو بيغسل يبقى غض طرفه بحيث ما يتحققش، يعني ما يتحققش، يشتغل من غير ما يتحقق. وأما عورته فيحرم النظر إليها، ويندب أن يغطي وجهه بخرقة، يغطي وجهه بخرقة أثناء ما بيشطف إيه المية، بحيث ما ينزلش المية مباشر عليه، لا من خلال الماء الخرقة كده. ولو خرج بعد الغسل نجس وجبت إزالته خلاص، ولو خرجت أي نجاسة بعد الغسل، في بعض الناس المجروحين تيجي تغسله تلاقي لسه بينزل دم، يبقى كل شوية برضو إيه تشطف لحد، وفي الاخر حط بقى قطن لو لقيت مش عايز يبطل، حط قطن بقى، القطن تحطه بطول الجرح كده واخر مره اخر شطفه يعني، وتسيبه بقى عليه كدماضه كده وتخلص المساله. ونقف على ويكفن الميت، يبقى احنا كده غسلناه ونكفنه يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، ربنا يسر ان شاء الله. يوم الجمعه القادم يوم عاشوراء، يوم الجمعه القادم ها معلش عشان مش فاضيين على ما نجيب القماش. يوم الجمعة القادم يوم عاشوراء، يسن صوم يوم عاشوراء، وفي حديث بيروى مسلسل بالإسناد المتصل يوم عاشوراء من كل عام، لا يروى إلا يوم عاشوراء بالأسانيد المتصلة هكذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشايخنا، فإن شاء الله هنروي مسلسل عاشوراء بإسنادنا المتصل عن مشايخنا، وكذا الشيخ أسامة الأزهري هيجي هنا برضو يروينا مسلسل عاشوراء يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر، عشان ناخد مسلسل عاشوراء. اللي هيفوتوا العاشوراء دي ان شاء الله السنة الجاية وعليكم خير بقى، لان لا يروى هذا الحديث الا في نهار عاشوراء، فلو جاء بعد غروب الشمس نقول له تعالى السنة الجاية، والوقت فيه عصر الجمعة الجاية ان شاء الله، عصر الجمعة القادم في هذا المسجد مسلسل عاشوراء بأسانيدي وأسانيد الشيخ أسامة الأزهري، أسامة السيد محمود الأزهري ختني، يعني يقول لك ختنه يعني زوج ابنته، فهمت؟ ختنه يعني زوج ابنته، فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.